لليوم الثاني على التوالي تواصل الطائرات الحربية الروسية والمروحيات التابعة لقوات النظام قصفها على ما اصطلح على تسميتها بالمنطقة منزوعة السلاح في ريف حماة وإدلب، والتي بات يطلق عليها ناشطو إدلب المنطقة الخالية من السكان أيضا. عشرات البراميل المتفجرة والصواريخ الفراغية والارتجاجية ألقتها طائرات روسيا ونظام الأسد على قرى كفرنبودة وقلعة المضيق والحواش والعنقاوي والحويز في سهل الغاب غرب حماة. القصف الجوي طال أيضا الهبيط وترملة والقصابية وكفر عين جنوبي إدلب، بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي لقوات النظام استهدف مدينتي كفر زيتا واللطامنة وقرية الزكاة شمال حماة. كثافة القصف الجوي ترافقت على الأرض مع حشود عسكرية زج بها نظام الأسد على جبهات ريف حماة بحسب صفحات موالية، فيما رفعت عدة فصائل في إدلب الجاهزية ودفعت بعناصرها إلى خطوط المواجهة مع قوات النظام. الولايات المتحدة دعت روسيا إلى احترام التزاماتها وإنهاء التصعيد في إدلب وحماة لأنه سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة، بحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس. منظمة الدفاع المدني عبر بيان لها طالبت الأمم المتحدة والدول الضامنة لاتفاقية أستانا باتخاذ إجراءات سريعة وعملية لضمان أمن وسلامة أكثر من 4 ملايين مدني يقيمون في شمال سوريا. رفع، خلي شغلك رفع.